كابتن عمرو، يمكن عادل اتكلم في نقطة مهمة جدا، ان التركيز ساعات لما بيعلى قوي ممكن يبقى سلبي، ما يبقاش ايجابي. عايز ارجعك كده للمباراة الفاينل، كنت بتركز فيها ازاي؟ على المستوى الفردي اكيد في استعدادات معينة، على المستوى الجماعي بيكون في استعدادات معينة، اعرف منك ديت، وكمان الاجواء ورؤيتك لمباراة يوم الاحد. يعني بالنسبه لي انا كنت ببقى، او بالنسبه لخط الظهر بوجود مثلا حارس المرمى، احنا كنا بنتكلم في حته معينه ان الالتزام مننا احنا اكتر من اي حد تاني في الملعب، يكون كل واحد فينا ملتزم، لان عارف ان عندهم مثلا فرود عنده ايجابيه خطر على المرمى، ده انا باخده مان، يبقى انا بلغي وجوده داخل الادوار. الصندوق. يعني انت بتتكلم خطوط ادوار بالظبط، الادوار بشتغل معاه بحته معينه، وفي نفس الوقت درجه التركيز اللي انا ببقى موجود فيها زي ما الكابتن عادل بيقول، التركيز بيبقى من اول التراي ماتش، بعد كده اقل شويه، بعد كده قبل الماتش وقبل المحاضره بتبقى واصل لدرجه تركيز عاليه جدا، انك دخلت خلاص في اطار المباراه قبل المباراه بساعه او بساعتين، بتكون انت مهيئ نفسك بطريقه تركيزك الخاصه اللي انت بتتعود عليها، تخش للمباراه بالطريقه اللي انت مهيئها لنفسك. كل لعيب ليه طريقه، في حد بيبقى بيقرا قران، في حد بيبقى عايز يشوف خطوط ويقعد يشتغل على الفيرود ده بيشتغل ازاي بيجري ازاي، وفي واحد تاني الضحك والتهريج بالنسبه له هو ده اللي بيخرجه من التنشنه، كل واحد وليه طريقه. مظبوط احنا انا بالنسبه لي كانت الاساس بالنسبه لي التركيز مع الراجل ده اللي هو مصدر الخطوره عليا، هي دي اللي كانت مهمه بالنسبه لي، ان الفيرود ده هو اكتر خطوره عندي جوه الصندوق بيقلقني، بيقلق فرقتي، صحيح، فانا ببقى مركز معاه بتركيز اكتر من المعدل العادي. صحيح.